هاي هي يا عمان. العرب اللي خلفك، العرب اللي خلفك، حرصت عليك انا بالاخر. بدك تدرس لي فنون وراك افهم، افهم يا بني ادم. هاي بتطعميش خبز، بتطعميش خبز، افهم افهم. خلاص خلاص ابعد عني، ما تمسكني. كان عمري 11 سنة، بنت صغيرة. ايش ذنبها؟ ايش ذنبها؟ ما كنت قادرة اعمل اشي ولا ادافع عن حالي. ما كان بايدي اني اعمل اشي. طول الموضوع موجود بحياتي. ما بروح ولا عمري رح يروح. ايش انكسر؟ ما عمري رح يرجع. يا زمن بالقصص المنسية او بالاحلام الوردية. يا زمن بالقصص المنسية او بالاحلام الوردية. لا تتركنا اسرى امبارح ولا ننطر بكرة ليلي. لا تتركنا اسرى امبارح ولا ننطر بكرة ليلي. جينا نحنا وغنانينا والرقص طويل لينا، ليالينا ليالينا. وانت حمار حمار، متعرفش تشتغل لحالك. طلع عليك صلى 20 سنة ما عرفت عليك. تعرفش شو لحالك ليش؟ قول لي ليش؟ بدك ضلك فنان؟ انقلع صرف هدول الأطفال كتير موهوبين. إذا ما نمنا لهم هاي الموهبة الموجودة عندهم، ما تلوموهم على شو دايرين هاي الأيام. والله الأولاد ياخذوا حصة رياضيات وحصة علوم، حصة علوم أبدا ما ياخذوا حصة فن يا آنسة. آخر هالزروبي رح يخلصوا الأيام، مش باقي معنا ضروبي ولا باقي انسجام. عم فتش عالبداية بركي بلاقي النهاية. الدنيا كلها تسلاي، الله حر بعبيده، تاريخه عم بعيده. هيدا الجيل الجديد. والله يا زلمة لقيلك صنعة لتستفيد منها بدل ما انت قاعد لي هيك زي الشوار. انا جد يعني امية حياتي انكم تشوفوا الدنيا بعيوني. كلنا عم نقوم بهالبلد، دكاترة ومهندسين. بس فنانين، الله أعلم.